يقول: زوجتي طلبت مني تقصير لحيتي وإلا لن ألمسها، لأنها لا تقبل شكلي باللحية الطويلة، تريدها قصيرة جدا ومهذبة، وتقول لي: ربي نفسك قبل لحيتك. على كل حال تقول: التزم بكل السنة بعدين اللحية، لاحق عليها. على كل حال هذا كلامها سيء وخطأ طبعا باطل، ولا يطيعها في هذا. وهي قالت لا تلمسني، روح تزوج عليها. زين جد والله تزوج عليها ويلقى لها واحدة يلمسها والحمد لله. يعني هذا الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا الكلام. يعني ان تقول له مثل هذا الكلام: لحيتك ما احبها وكذا وكلام، ما يجوز هذا الكلام. فعليها ان يتقي الله، وهي تتقي الله تبارك وتعالى.